من عليك ألف ميعاد. لله يا كسر دراهم. الحمد لله. انتظروا المتتبعين ديالنا يلتحقوا بنا في المباشر وعلموني أننا نبداو إن شاء الله، لأن كما تيقولوا صدفة أحسن من ألف ميعاد. مزيان كيلتحقوا بنا المتتبعين. اذا على بركه الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في. مرحبا بكم مباشره من وحنا في ولاد عزوز. حنا في ولاد عزوز وحنا كنا في الطريق الى نواحي مدينه الفقيه بن صالح، فبالصدفه مشاهدينا كنتلاقوا مع الزجال الكبير عبد الرحيم العميري المعروف بمول الكارو. اكيد المتتبعين ديالنا غادي يكونوا تعرفوه، لان الزجل عنده في البلاصه يعني بالتلقائي، ماشي يوجد ويكتب عادي يدير الالقاء في البلاصه تتقول ليه الموضوع. وحنا غادي نجربوه دابا خوتي وغادي تشوفوا على المباشر. فنيابه على كل متتبعي قناه شوف تي في، كنجددوا الترحاب بالسي عبد الرحيم العميري اللي اول حاجه غادي نطلبوا منه اهداء لملكنا الحبيب. يعني مازال ما عارفش واش غنقول ليه، غادي نطلب واحد الاهداء لملكنا الحبيب، الملك اللي عنده واحد العلاقه مع الشعب ديالو، والشعب كذلك عنده علاقه طيبه مع الملك، حب متبادل يعني ما بين الملك والشعب. فغادي نطلبوا منه اهداء لملكنا الحبيب، ومن بعد نشوفوا ربما يقدر يدير لنا شي قصيده او الزجل على ردا على اعداء الوحده الترابيه. وكذلك اهداءات كما بغيتوا انتم اخوتي، ربما الاخت غادي تحاول تقرا التعليق اذا كانت شي حاجه اللي تبغيو ان يهديها ليكم انتم للمغاربه وللمتتبعي قناه شوف تي في. سي عبد الرحيم العميري مرحبا بك. فكما تنقولوا الصدفه خير من ألف ميعاد، وحنا في الطريق ديالنا البني عمير. البني عمير كنتلاقاو مع العميري في ولاد عزوز. اذا مرحبا بك سي عبد الرحيم. اذا انت دابا على المباشر عبر قناه شوف تي في ومعنا المتتبعين. ما كرهناش باش نبداو هذا المباشر اهداء ملكنا الحبيب. مرحبا سيدنا، الله يطول عمره. ملكنا الهمام، ملكنا الهمام 22 سنه خدام ديما وتعت الدوام، وعطانا علاقه تاريخيه مع الدول الافريقيه بالتمام. ملك الفقراء والايتام، سمعنا ومخسرنا كلام، وعايشين معاه نقايه بلا تخمام. وجيو تشوفونا يا دول العالم، المغرب بالازدهار وزاد القدام. والله يخلينا ملكنا الهمام، عاش الملك، الله يطول عمر سيدي. يا ربي تحفظ ملكنا محمد السادس والعائله الملكيه، وديما مهلين فينا بالنيه. عطاونا ادوات وكتب مدرسيه، وعطاونا دقيق ومواد غذائيه. مهلين في المعاقين والإعاقات الذهنية، واستفدنا من التنمية البشرية، وفيها الخير والكيمياء، والخيرات هي على كل ثنية. يا ربي تحفظ ولي العهد مولاي الحسن جين سمية، والأميرة لالا خديجة من عضلة راه محضية، والصحراء ديما تبقى مغربية، وبلادنا بيك يا سيدي راها نقية. الله يحفظك ويطول عمرك يا مالكنا جين سمية، عاش الملك. يا عالم، يا عالم، الصحراء مغربية وباركوا عنا من القيل والقال، وفي الـ75 نظمنا مسيرة مساليها نساء ورجال، عداد يا فوق الخيال، دخلنا حامل القرآن وصلينا في الرمال، بجهد الله ثم المرحوم ملكنا الحسن الثاني خرجوا المستعمرين هبال، خدمنا فيها خدمة الحلال ودرنا الفضل وراس المال، كترنا المباني وكسبنا الجمال، طلعوا العيون والداخلة كل شيء ولا غزال، صحراء مغربية. صحراء مغربية، البوليساريو والجزائر يعطيونا اتساع ما بقى لهم ما يتقال، والله يحفظ مالكنا محمد السادس اللي حارس على ودايره في البال، عاش الملك. صحراء مغربية، ملكنا مهلي فينا وزايد بالصبر، ومعاونا ربي بالنصر، وعطانا مخطط المغرب الأخضر، سقات البلاد وخضار الزر. يا ربي ارحم مالكنا محمد الخامس اللي جاب استقلال وخاكا في مدغشقر، وترحم ملكنا الحسن الثاني اللي حرر الصحراء بالقران بلا قرطاس ولا حجر، وخلى المعلمه الكبيره الجامع فوق البحر، الرايه ترفرف فوقه ولون احمر، الله يحفظ العائله الملكيه كامله اللي في القصر، ونطلبوا من عبد الله يطول ملكنا العمر، واللي طلبناه من عدو تتحضر،
والصحراء مغربية بلا ما نزادو نضر، الله يبعد عنا الجزائر والبوساري واللي ناوي الغدر. الصحراء مغربية ديما وتعت الدوام، وتحققنا فيها الأحلام، والراية المغربية فيها بالتمام، تا واحد ما خسرنا الكلام، وشادا فيها كاع دول العالم. الصحراء مغربية يا عالم، وديما مغربية يا سلام. الصحراء مغربية ديما ما نخمو تا تخميمة، عندنا هي الكريمة. بلاد الصحراء بلاد الرمل، وشعبنا كله بحل، ويعيش وعاف الحسل، والله يبعد لنا النحل، وديما نجيبو منا الفضل. مالكنا بقى مقدر بحل، مالكنا سيدي محمد السادس، الملك الدرويش، يعيش ربي الريش، والصحراء منا ما تمشيش. الله يخلينا مالكنا الدرويش، عاش الملك، مالكنا كلشي تايبغيه، ورادين عليه والديه، والدرويش لا تخاص يعطيه، والعاشق النبي صلي عليه. والله صلى عليك يا رسول الله، والله صلى عليك يا رسول الله، والله صلى عليك يا رسول الله، ويا النبي صلي عليه. شكرا. تبارك الله عليك. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، فكما قلنا يعني الزجل تلقائية بلا ما يوجد، بلا ستيلو بلا ورقة، فكما قلنا بالصدفة. مازال طامعين نزيدوا نستمتعوا بهذه القصائد، لأن تبارك الله يعني صراحة عبد الرحيم العميري معروف أكيد بالنواحي خريبكا والنواحي، وكنقدروا نقولوا على الصعيد الوطني، وهذه فرصه ان المتتبعين ديالنا يتعرفوا على سي عبد الرحيم العميري. اذا بغينا اهداء للمتتبعين، لان دائما تنقول عندنا متتبعين اللي تنقول لهم خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه، بغيت لهم واحد الاهداء لخوتنا اللي كيتابعونا. وما تنساش سي عبد الرحيم بان بفضل الله وبفضل هاد المتتبعين اللي فيهم محسنين، اللي فيهم ناس اللي في قلوبهم الرحمه، بلا بهم ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. متتبعين عبر قناه شوف تي في، بغيت لهم واحد الاهداء لهاد الناس اللي كيتعاونوا معنا في الخير، الحمد لله. بغيتك تهديهم قصيده. قصيدة المتتبعين اللي تعاونوا الدراوش الحين، ما يلحقوا لا الدول ياكين، الله يبعد من الوباء تاع الصين، وحيد لنا هذا المرض تاع الكلوروكين. يا ربي حد الباس، يا ربي داوي الناس، الله يبعد لنا هذا الوسواس، والله يقاد لينا لكل الناس. تندعوا مع المتتبعين مباشرة، بغينا تكون فيهم تمارة، شامل مرودة وحرارة، بحلال معمرين سكارة. بلادنا نقية، الله يبعد على السمسارة. بلادنا نقية، الدولة المغربية صباح وعشية فيها الرباح ما فيها خطية، اللي مع كورونا عاونتنا بالأدوية. بلادي يعز البلدان، وبلادي ما إليها تمان، بلاد الخيرات والإحسان، وبلاد الأمن والاطمئنان. مع كورونا دوينا بن قرير وبن سليمان، أما الراميديا إخوان شدوه بعاد وجيران، وقفات بالدالي بالبرهان، وتلقيح بالمجان في جميع أقاليم وبلدان. الله يخلي محمد السادس مولاي السلطان، مولاي رشيد ومولاي الحسن. بلادي يا عز البلدان، وبلادي ما إليها تمان، وكل شي داوى بالمجان، تا واحد ما بقى فقعان. الله يخلي محمد السادس مولاي السلطان. تبارك الله عليك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فاكيد بلدنا الحبيب كنفتخروا به، كنفتخروا بملكنا. سي عبد الرحيم واش متبع معنا؟ يعني شفتي يعني المعلق الرياضي الجزائري الدراجي، شفتي شنو قال على المغاربه والمغرب؟ شنو تقول ليه؟ رد عليه انت نيابه علينا احنا كل المغاربه، شنو تقول ليه للدراجي؟ الله يهديك السي الدراجي، ما دابس عمالك راه تعيط تحاجي، شد المعقول وعلى الدراوش تكون تفاجي. راه تا مول الاذاعه والكلام، وقاد كلامك بالتمام، ما تشكلش المغرب ديما وتعت الدوام. المغرب بلاد الخير والخمير، وشبعان الكبير والصغير، بلاد الخيرات وبلاد ديشير. تعا خمم خمم، والغدار غادي يركبوا الهم. السي الدراجي يا ما فرقتيش المغرب ما يلقاك عسم. الله يهديك، الله يهديك، قاد كلامك ديما. المغرب راه هو الكريمة، مول الخيرات ومول البهيمة، مول الزودة والكرام، وديما وتعت الدوام، ومول الضيافة بالتمام، بلا ما تخسر الكلام.
بلا ما تخسر الكلام. المغرب راه منفوع، حاسوش بقى مدفوع. الدراجي غادي يقتلكم على الجوع. إذا تبارك الله عليك صراحة، شنو تقول على شرف المغربيات؟ واش حنا نسمحوا لأي كان أنه يهضر على المغربيات بسوء؟ رد على شرف المغربيات. المرأة المغربية اللي هي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي الوالدة. اسمع كلامي، تهلا في الوالدة في الدار، درويشة ما تخرجي فيها عار. اللي ضابط عملها بالليل بالنهار، رجع الصغار وقرات الكبار، قادت الحيط وقادت الدار، وضابط عملها بالليل بالنهار. المغربية بالعبار اللي ما تحتاج عار. المرأة المغربية ضابط عملها صباح وعشية، وتعطات البلاد الخير والكيمية. مولات الطاجين والقصرية اللي هي الوليدة، مقادة الدار والتقريدة، ما تسمعوها تهديدة، تسالسة قريدة تكون رطبة ولديدة. بالزمعة الدعم على دعوة جديدة، والجنة من عدها راقبة ماشي بعيدة. إن الجنة تحت أقدام الأمهات، تهلاو في الأمهات يا سادات، سمعوا كلامي في الحين. تهلاو في الوالدين، الوالدة والبو الحنين، أولياء الله الصالحين، الله يبعد عليهم الدواء والكين. تهلاو في الوالدين. تبارك الله عليك. أكيد فاللي عنده رضاة والديه راه ما يخيبش، اللي ماتوا ليه والديه الله يرحمهم ويوسع عليهم، واللي عنده والديه يتهلا فيهم، لان بلا رضاة والديك راه ما يمكنش تحقق شي حاجه في الحياه ديالك، راه كتبقى غادي غير اللور اللور، ما عمرك ما غادي تحقق شي حاجه. اذا وما دمنا في زمن كورونا، ومازال يعني بزاف ديال الناس اللي تيقولوا اننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، لا خوتي خفنا نرجعوا للصفر. عبد الرحيم خونا العميري المعروف بمول الكارو غادي ينصح خوته المغاربه، لاننا مازال ما قطعناش الواد ونشفوا رجلينا، ومازلنا في زمان كورونا، وخفنا نرجعوا للصفر وتوقع شي انتكاسه. فخونا عبد الرحيم ما غاديش يبخل علينا بالزجل او بالقصيده ديالو اللي غادي يوجهها لخوته المغاربه، لان ما بغيناش توقع انتكاسه ونرجعوا ازيرو. مرحبا خويا المغربي، نطلبوا لك السلامه من هذا الوباء، ما تبان فيك علامه. فكروا حضر خمامة، ربي لما خوتي حافظوا على الكمامة، حافظوا على الكمامة. خويا المغربي لا بغا تبقى صحيح وما يدخلك ريح، لا طب ولا فتيح، دوز التلقيح، دوز التلقيح. كيما قلت لك في الاول، شد رجلك في الدار، ربي عطانا انذار. وصي الكبار والصغار يديروا الكمامة بالعبار. كورونا راه خطر، لا تدور لا تعادي بصار، راه لا مرتب لاصق ما بقات في السبيطار. ديروا الكمامه بالعبار، ديروا الكمامه بالعبار، خلدو تخدمو التزمو التباته، ودوزو التلقيحات بثلاثه، والله يحفظ لكم الوراثه. دوزو التلقيحات بثلاثه، الله يبعد عنا هذا المرض تاع ماكرون. ندعو معكم في التليفون، بغينا يفوضوا لكم العيون. إلا درتو الكمامة يحيد لنا هاد الوباء، كلشي يخرج يدور، تا واحد ما يبقى مخزون. بغينا يفرضو لكم العيون، ديروا الكمامة وحذاري من المرض تاع ماكرون. حذاري من المرض ديال ماكرون ومن كورونا. ومن هاد المنبر تنقولوا للناس بن عمير هنيئا لكم صراحة بهاد الزجال المغربي العميري، لصراحة يعني بتلقائية الموضوع اللي عطيتيه تيعطيك يعني جوابه، ما يحتاج لا ورقة ولا ستيلو ولا استعداد ولا، فكما قلت يعني بالصدفة تلاقينا به، ومستعد لأي لقاء في أي وقت، كيوقف معاه أي واحد قريب من 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 الناس، أي واحد يوقف معاه يعطيه يعني يدير الزجل عليه. إذا قبل ما ننهي أخوتي المباشر، فما نساوش أننا عبر قناة شوف تيفي اللي هي قناة الشعب، القناة ديالكم اللي جمعتنا وجمعتنا الكل ما فيه خير، القناة القريبة منكم، القناة اللي صوت لمن لا صوت له، اللي كنقلوا صوت المظلوم وصوت المقهور للجهات المسؤولة. فأكيد سي عبد الرحيم طامعين في شي إهداء القناة شوف تيفي. شوف تيفي. وكذلك ما نساوش السي عبد الرحيم المدير ديالنا السي ادريس الشحتان، لان صراحه كيرجع ليه الفضل، هو اللي جمعنا مع هاد الناس كاملين، وكنتمنوا اننا نمشيو في الخير كاملين. ادريس الشحتان. شحتان شحتان مرحبا.
مرحبا بالسي ادريس. السي ادريس شحتان بالدالي بالبرهان، معاون الدراوس جميع اقاليم وبلدان، واليتامى بالمجان، وما خلتها واحد فقعان. الدليل قدامكم هام وغادي للخلف، يبغى يعاونوا بعد 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 تلاميذ فقراء عمليه الختان. السيد المدير بغينا نلقى التيسير والعقل التدبير، واليوم القافله ديالو غاديه لبني عمير، اللي غيعطينا الخير والخمير هو مول العقل التدبير. والسي ادريس الراجل الدرويش يعيش ربي الريش، الله يبعد عليه المناحيش، وتوحد مع الدرخيس اللي هو مهلي في الكبار والصغار وبالضبط بالعبار، ومهلي في نزار بالزار، كل من هي مدينه ودوار، ومهلي بالعبار. اللي غنقول لكم ابدا القصيده باسم الواحد الديان، واصلي واسلم على النبي العدنان، لاقول لكم معاشر الاخوان ان اذاعه شوتي في بدات نشر الخير والاحسان، ثم تقومت فاصبحت كالهرم الواضح للعيان، موظفوها يسهرون على نشر الموده والحنان، انشطتها معقوله يشهدها لها بالاتقان. إعانة دراوس في عملية الختان نجحت بالدليل والبرهان، ومن هنا تتكامل كل مشاعر السعادة والطمئنان، وسفينة شوف تي في تسير في أمان. مرحبا بكم يا إخوان، تتعاون ضعافة بالمجان، ديما شوف تي في يا إخوان. تبارك الله عليك سي عبد الرحيم العميري. فقبل ما نهيو المباشر سي عبد الرحيم، ما تعرفناش عليك، نتعرفوا عليك صراحة، كان ليا نبداها في المباشر من اللي بدينا المباشر، ففرصة هذه أننا نتعرفوا عليك. شكون هو عبد الرحيم العميري؟ عبد الرحيم العميري البركة، عبد الرحيم من ولاد يوب، أربعة الوليدات ما شاء الله، أربعة الخواتات، إعاقة مستدامة. عندك إعاقة؟ إعاقة مستدامة، ولكن الحمد لله اللي جاب ربي مرحبا بها، وكنشكر الجميع. بلادنا المغرب خلي مالكنا الحبيب، وحدي ما حدانا قريب، وفي رمضان تعطينا تمر وحليب، الله يخلينا مالكنا الحبيب، الله يحفظه وينجيه ويبعد البلا عليه، والله يطول عمره. الله يطول في عمرك حتى نتايا، انت ووليداتك ان شاء الله، ويحفظ لنا مالكنا ووطننا، والحمد لله كنعموا بالامن والامان في هذا البلد الحبيب. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنى ان هذا الاهداء اللي هدانا سي عبد الرحيم العميري ينال الاعجاب ديالكم. المعروف بمول الكارو اللي تنقول ساكنه مدينه الفقي بن صالح، صراحه كيشرفكم، صراحه كيشرفكم سي عبد الرحيم العميري، انسان متخلق، انسان معروف، زجال مثقف، الله يحفظ ليه وليداته، ان شاء الله توصلهم داكشي اللي كتمنى ان شاء الله. اذا فما بقى لي خوتي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، ونخلي سي عبد الرحيم هو اللي غادي ينهي المباشر. اللي غادي ينهي المباشر هي ديريدكم كبار وصغار، طلبوا ربي يعطينا الامطار، تزيدش الليل قبل النهار، تخلف لوحه نقادو سي ربي يعطينا الكتار، ونقادو الزكاه في العبار، ونعطيو الدراوس ما شبعوا لنا ناكلوها في الدار، يا ربي يعطينا الامطار، يا ربي تلق بالزول الرحمه، يا ربي يعطينا الماء، نتقوقدوا في الخدمه، تقبل منا الكلمه، يا ربي حيدعنا الظلمه، يا ربي يعطينا الماء، بغيناك تسمح لينا، تعطينا شي راوية حنينة، إنو تزرعوا فارينا، نفرحوا حنا ووالدينا، يا ربي تروينا، يا ربي احفظ بلادنا ديما ديما، تبقى صافية ونقية، المملكة المغربية، بغينا تكون عندنا فيها حسن السيرة، الله يقطع حسنات كثيرة، من طنجة للقويرة، تجي ستات في الغديرة، يا ربي احفظ المملكة المغربية وتبقى ديما كبيرة، شكرا.